كان مرض اصاب عمر عويضه يوم امس. اذا لاحظت انطلاق الشوط الثاني فاسيليس الحكم القبرصي عم يعطي اشارته لانطلاق الشوط الثاني، بنتمنى نشوف اهداف بالشوط الثاني. لا زالت الكره داخل ارض الملعب بعد دومينيك. بتتخيلوا معي لو كان موجود تالا بالاضافه الى ستانلي، طبعا المهمه الانصاريه رح تكون صعبه جدا، وهيدي محاوله انصاريه ممكن اول هدف المباراه على الباب. يلعب الكره باتجاه المرمى انما الى خارج ارض الملعب، لا الكره لا زالت داخل ارض الملعب على مدرجات ملعب صيدا. محمد قرحاني موجود خلف الكره، القرحاني بيلعب كره عرضيه لداخل المنطقه. متي ما بيقدر، متي داخل المنطقه جاز جول. جول متي ما كان ثابت على ارض الملعب بالمره الاولى، بالمره الثانيه تحضرت الكره امامه لمتي، اعتدنا انه يهز الشباك براسه انما هالمره لا بقدمه متي. شوفوا الفرحه الكبيره المجنونه عند المدرجات الانصاريه وعند الجمهور الانصاري، فرحه منتظره كثير الانصاريين. الصفا كان اخطر بالشوط الاول ايه صح، الصفا كان هو اقرب بالشوط الاول ايه صح، انما هيدي مباريات الكاس، هيدي مباراه نهائي كاس لبنان، هيدي مباراه نهائيه، هي بتبتسم لمين؟ للاعب اللي بيكون موجود بالمكان الصح. انت المكان الصح كنت موجود فيه يا متي، من قلب الدفاع الى قلب الهجوم، وهيدي الركنيه وهيدي العرضيه هيدي المره الاولى. ابدا منا سهل انه فريق يكون نهائي كاس لبنان بغياب هاللاعبين الثلاثه بالاضافه الى علي ناصر الدين اللي عم بغيب عن لقاء اليوم ايضا. هيدي هجمه صفويه، الصفا بالهجوم بالوقت لزين طحان، هل بامكانه ابقاء الكره داخل ارض الملعب؟ يبقي الكره داخل ارض الملعب، بيلعب كره عرضيه باتجاه المرمى. معقول شو هالكره هيدي؟ شو هالكره كانت من على البابا؟ على كل الاحوال مع متابعه اللقاء بالوقت لزين طحان، كره عرضيه خطيره. شوفوا حسن مغنيه رده فعل سريعه، عم بيطالبوا اداره الانصار بمجيء علاء البابا الى صفوف الفريق الاخضر، وهذا الامر اللي حصل قبل انطلاق الموسم. شوفوا يعني هذا السلام طبعا توجه الى مقعد احتياط الصفا علاء البابا. القبله الاولى كانت لامير رستو، طبعا لامير رستو. فاسيليس عم بيتاخر، عم بياخر الفرحه الانصاريه. الحكم القبرصي فاسيليس بهاللحظات عم يعلن عن نهاية أحداث اللقاء، الأنصار بطل كأس لبنان للمرة الـ14، أكثر الفرق اللي أحرزت الألقاب ببطولة كأس لبنان، زعيم الأندية اللبنانية. شوفوا الفرحة الأنصارية، شوفوا جمهور الأنصار، شوفوا فرحة شبريكو، شوفوا فرحة حسين إبراهيم، فرحة لاعبي الأنصار مجنونة مع جمهور الكبير اللي عم بيتابع لقاء اليوم. كثير انتظروا الأنصاريين يا إلي، انتظروها فترة كثير كبيرة محمود فعلا، وايضا مثل ما كنا عم نشوف فرحه الجهاز الفني والاداري كانت مجنونه لحظه انطلاق الصافره القبرصيه معلنه انه الانصار بطل كاس لبنان المره الـ14، جنون بارض الملعب. ايضا عم نشوف مشهد محزن للاعبي الصفا، الصفا بطل لبنان بالموسم الماضي، كنتوا ابطال فوق العاده، بهالموسم الانصار هو اللي انقذ الموسم، ما لازم يزعلوا لاعبي الصفا بالظروف اللي كانوا فيها، قدموا موسم جيد يعتبر نوعا ما بمجرد ما وصلوا للمباراه النهائيه لكاس لبنان. شوف الجنون على المدرجات وايضا الاحتفالات الكبيره، الانصار معود على الاب يا محمود، الانصار معود على التتويج، معود على الذهب، معود على النجمه الـ14، واخيرا خلصوا النجمه الـ14. طبعا يعني اذا الانصار ما نفعوا الموريتاني، اذا ما نفعوا البرازيلي بكل بساطه انتظر السلوفاكي ليعطيه هدف الفوز، وهدف غالي جدا بنهائي كاس لبنان. عدم رغبة لاعبين الصفا بالتكلم، كانوا حزينين يمكن بعد المباراة، شو كانت ردود فعل لاعبين الأنصار وجهازهم الفني بعد الفوز باللقب؟ توتر كان لأنه هيدا نادي أماني برقبتنا، هيدا النادي نادي الأنصار له فضل علينا، هيدا نحن ربينا وكبرنا باسم نادي الأنصار، مش نحن كبرنا نادي الانصار، نادي الانصار كبرنا، نادي الانصار خليني ربك يا كبير، نادي الانصار يا كبير انت، هو اللي عملنا هاي اول شيء. اللقب الاول الحمد لله رب العالمين، اكيد كل حدا بيشتغل ليعمل انجازات، كل حدا بيشتغل لحتى ينجح بالحياه، الحمد لله اول خطوه ان شاء الله تكون هيك بدايه ومسيره تكون حافله بالكؤوس. اكيد لما تكون انت بنادي الانصار ما فيك ما تكون الا بطل كاس، بطل دوري، هيدا نادي الانصار، نادي الانصار دائما بكبر العالم. بتعرف انت فريق كان متصدر باول الدوري والحظ ما حالفه انه هو ياخذ بطوله الدوري، الحمد لله الله اكرمنا واخذنا كاس لبنان باصرار اللعيبه، واللعيبه من اكثر من 10 ايام بس همهم انه هيدا الماتش، شايلين كل شيء ورا ظهرهم، همهم انه نحن ناخذ بطل كاس لبنان. كل العالم كانت مفكره انه الماتش كثير سهل بوجود نقص للصفا، بس مثل ما شفت كان الماتش شوي في تشنج لانه نهائي،
قدام هيك جمهور كثير كبير ووفي، الحمد لله الله كرمنا وبنقعد الجمهور بنتائج كثير حلوه باسيا. ابطال لبنان هيهم الجمهور كله، هذا جمهور صرنا زمان ما شفناه، صرنا زمان ما شفناه بالاراضي اللبنانيه، بغض النظر عن كل الاحداث اللي عم تصير بيبقى الجمهور هو رقم واحد، هيدا بطل لبنان. وبشكر الجميع من اداره ولاعيبه ونحن ابطال والحمد لله حققنا هيدا الشيء، صرنا زمان ما محققين كاس. بدي اهدي الفواز لجمهور الانصار الوفي اللي ما تركنا من ماتش الاجتماع وماتش الساحل وماتش العهد، ضل واقف معنا واليوم اجى انه بخساره كبير يعني. ثاني شيء بدي اهدي الفواز لروح الشهيد قاسم شمخه اللي هو دائما كان خيه ويضل معي على طول،